السلام عليكم. اذا هذه هي لابارتمون ديال اللي حاطه السيده للبيع. شنو سميت هذه البلاصه اختي؟ السيد عبد الله كيقولوا لها البلاصه لا او لا الواد نورمالمون. هذه البلاصه هذه راه سميتها الواد. لا حدا سيدي عبد الله. دابا نطلو ان شاء الله من الشراجم باش تشوفوا ان شاء الله الموقع ديال هذا لابارتمون. هذه جات شوكه لابارتمون صراحه كبيره، المساحه ديالها 105 متر كاري تبارك الله، كبيره مصلوحه طبيعه الحال، خصائص شويه ديال الصباغه ياك ولكن صراحه تستاهل يعني، حيت فوالا السيده صلحتها وصايبتها على ذوقها، بناتها على ذوقها، داكشي يعني مبني على الصح. المهم غادي ندير لكم هنايا واحد الجوله باش تشوفوا شنو كاين في هذا لابارتمون. هذه كاين فيها جوج ديال لي صالون، ها هما تبارك الله، واحد الصالون كبير ما شاء الله، ها هو، وهنايا واحد الكليسه حتى هي راه محسوبه صالون، يعني بحال قلتي جوج ديال الصالونات هما هادو، وكاينين جوج ديال لي شامبر. ها هي لا شامبر الاولى هي هادي، كاين شي حد تما تيخرج ان شاء الله. وهنايا لا كوزين، ها هي كبيره الكوزينه كطلع على واحد لاكور صغير، هو فيها لاكور يعني مفوهه لابارتمون شوكه. وهنايا حتى ننظروا لهاد الجيه باش نشوفوا ان شاء الله الحمام. هنايا كما قلت لكم فيها دو شامبر، ها هي لا شامبر الاولى كبيره، ها هي شوكه فيها جوج ديال الشراجم شفتوا، وكتطلع على انوريكم غير هنا باش تشوفوا الموقع. شفتوا هاد الزنقه، هادي هاد الزنقه هي اللي كتخرجني لشارع النصر اللي كيعرف الواد وكيعرف هاد البلايص هادو، راه كتطلع على شارع النصر. المهم هادي هي الشومبر كبيره الصراحه، لا شومبر، وهادي شومبر وحده اخرى، ها هي هادي فيها شرجم واحد ولكن حتى هي كبيره شفتوا. المهم لابارتمون للبيع فيها البلاكارات، شفتوا بلاكارات مصايبين بالخشب هما هادو. السيده قالت لكم غادي تبيعها ان شاء الله بالفراش، ولكن هاد الفراش هذا فيه الفراش ديال الصالون، ماشي مثلا الثلاجه ولا التلفازه ولا، يعني فقط الفراش ديال الصالون، جوج صالونات. هاد الصالون هذا بحكم ان لظروف خاصه لظروف العمل غادي ترحل بطبيعه الحال، يعني تقدر تلقى مثلا لابارتمون في البلاصه اللي غتمشي ليها ما يجيهاش الفراش، داكشي علاش قالت تخلي اللي يشريها بطبيعه الحال. ها نتوما شوفوا الصالون، هذا هو الفراش ان شاء الله اللي غتخلي، وهنايا الصالون واحد اخر حتى الفراش هذا غتخليه. المهم غير باش نتفاهموا، راه بالفراش يعني هاد الفراش هذا ديال لي صالون، لي دو صالون هما هادو. القبص هما ها هو كما كتشوفوا تبارك الله، الدار كلها فيها القبص. هنايا في المراح كاين القبص، هنايا شويه ديال القبص في لي شومبر، وهنايا دايره القبص زوين في الصاله. شوفوا تبارك الله القبص اللي دايره، سامبل وبلدي في نفس الوقت، يعني داكشي ماشي طخو شارجي ولكن زوين. الذوق ديال السيده صراحه زوين بلي سبوت، شفتوا انا عجبني صراحه هذا الصالون هذا حيت كبير، شفتي كيهز زوج ديال لي طابل هو هذا. وعاوتاني هنايا هذه راجت على الدخله، شفتوا كبيره لابارتمون، راه فيها 105 متر كاري شقه، يعني شقه جات شقه مهويه صراحه والله العظيم زوينه. وهذه لا كويزين كما قلت لكم، لا كويزين راه فيها لاكور كطلع على لاكور صغيور، ولكن راه مفوهه لا كويزين بلي بلاكار الفوق. هاد لي بلاكار وداكشي غتخليهم اختي ياك، المهم لي بلاكار المهم هادشي ديال الكوزين راه غتخليه من غير الثلاجه والمواعن بطبيعه الحال. هنايا كاين دو زعما جوج ديال الحمامات، واحد عادي راه فيه الدوش، فيه حاشاكم تواليت روميه هو هذا كبير حتى هو. هنايا مرايا، ها هي اونفاس شتا، وهنايا تواليت بلديه حاشاكم، وفيها التهويه ديالها نيشان لاكور مكيناش لاكين. لابارتمون جات في البروميير ايطاج، الدار كامله. شوفوا تبارك الله هنايا شتي كتوريني اختي، ها نتوما شتو القبص اللي دارت هاد السيده هادي في المراح، جا زوين صراحة، يعني كنتي صايبتيها على ذوقك اختي. تبارك الله، اي والله يعوضك خير ان شاء الله يا ربي محسن. ها نتوما القبص هنايا شتو، المهم كيما قلت لكم يعني لابارتمون جات في البروميير ايطاج، و سميتها العمرة او الدار حرة فيها، ها منزل حر، منزل حر، دار حرة
فيها تلير برومي، فيها الغاتشوسي برومي دوزيام، يعني غتسكنوا مع تعداد الناس، تعداد الناس صافي. والله الا زوينه صراحه هاد لابارتمون هاد، والسطح كما قلتي لي قبيله راه السطح مشترك، كلشي كيمشي كينشر فيه، غير نتيا يعني دايره فيه لانسلاسيون ديال الماء، ديال الماء ديال الضو، ولانسلاسيون ديال كما قلتي لي ديال الطاقه الشمسيه. هذه شي حاجه اللي ضروريه مهمه صراحه، اللي عنده يبغى يستعمل الطاقه الشمسيه راه الدار كامله دايزه بلانسلاسيون ديالها. المهم هذه هي لابارتمون، ان شاء الله غادي نخلي لكم ان شاء الله الرقم باش تواصلوا مع السيده بطبيعه الحال. الثمن كطلب ان شاء الله 45 مليون، قابل للتفاوض، ولكن ماشي زعما داك التفاوض اللي كثير يعني، المهم 45 وان شاء الله تصايب معكم شي شويه. للمهتمين بطبيعه الحال لابارتمون جات زوينه صراحه، شوكه فيها، شوفوا تبارك الله دو شامبر، وما هادوش راجل بلا الومنيوم، هادي فيها دو فونيتر، جوج ديال الشراجم، المراه حتى هو تبارك الله هو فيه الشرجم، يعني صراحه لابارتمون فوها زوينه كبيره. وتا هاد المراه حدا راه تبارك الله راه اسباس يعني تستغل ليه، الا بغا شي واحد هكا يعاود يدير لها سميتو غادي تعاود يعني تستغلوه بطبيعه الحال. المهم هادو هما المعلومات المتوفره عندي، للمزيد من المعلومات راه غادي نخلي لكم ان شاء الله النمره ديال مولات لابارتمون، باش اي معلومه اي سؤال تعيطوا عليها ان شاء الله، والله يسخر، الله يسخر لكم، الله يسخر ليها ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. Boy, 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 yeah, I'll recast to me, Molly. Boy, boy.